ده تأخر الحمل عند السيدات، احنا عندنا مجموعة من الأسباب عند أي سيدة ممكن تؤدي إلى تأخر الحمل. في الأول يعني إيه تأخر حمل؟ تأخر حمل هو عدم وجود حمل لمدة أكتر من سنة في سيدة متزوجة، بيحدث علاقة زوجية منتظمة بينها وبين زوجها في عدم وجود أي موانع للحمل. ده اسمه تأخر حمل. تأخر الحمل ليه أسباب كتير عند السيدات. لو استعرضنا الأسباب ديت، أول حاجة خالص هنبدأ بأسباب تخص المبيض. وفي أسباب تخص المبيض إحنا عندنا المتلازمة الشهيرة اللي معظم السيدات في مصر بيعانوا منها، وهي تكيس المبايض. وتكيس المبايض بيمثل تقريبا حوالي 30% من مشاكل السيدات اللي موجودين، اللي ممكن يكون عندهم مشكلة في تأخر الحمل. من 30% دول في عدد كبير جدا منهم ممكن يحصل له حمل بشكل طبيعي، ولكن في مجموعة منهم بيضطروا ان هم ياخدوا منشطات واحيانا بيلجأوا للحمل المجهري. من الاسباب الاخرى اللي برضو بتؤدي الى تأخر الحمل ولها علاقة بالمبيض هي وجود اكياس على المبيض. واكياس المبيض دي من الحاجات المشهورة اللي في اكتر من نوع منها. في اكياس وظيفية، في اكياس بيسموها اكياس البطانة المهاجرة او الشوكلت سيست، في الاكياس الدموية، وفي ايضا بعض الاكياس اللي لها علاقة بالاورام. أكياس المبيض من الأسباب الرئيسية لتأخر الحمل عند أي سيدة. في أيضا من الأسباب المتعلقة بالمبيض فشل المبكر للمبيض. للأسف في مجموعة من السيدات في سن صغير أقل من 40 سنة بيبدأوا إن هم يشعروا ببعض الأعراض اللي هو المفروض إن هي تجيلهم عند سن أكبر شوية، ولما بيروحوا يفحصوا نفسهم بيلاقوا نفسهم عندهم ما يسمى بفشل المبيض المبكر. فشل المبيض المبكر ده نوع من انواع انقطاع الطمس عن السيدات نتيجه نقص شديد في مخزون المبيض وارتفاع فيه هرمونات التي تؤدي لاحداث تبويض. لو تعرضنا لجزء اخر من اسباب تاخر الحمل عند السيدات، وهو جزئيه خاصه بقنوات فالوب او الانابيب. طبعا الانابيب من دورها الرئيسي هي نقل البويضه من المبيض الى حيث يحدث الاخصاب، ثم نقل الجنين المخصب من الانبوبه الى استقرار في بطانه الرحم. في حاله وجود مشاكل في الانابيب زي انسداد الانابيب، زي استئصال احدى الانبوبتين بسبب جراحي زي حمل خارج الرحم مثلا، زي وجود التهابات شديده في الانابيب في حالات بطانه الرحم المهاجره، كل هذه الاسباب المتعلقه بالانابيب تعوق طبعا الحمل الطبيعي، وبالتالي هي سبب رئيسي من اسباب تاخر الحمل عند السيدات. لو استعرضنا الجزء الثالث وهو خاص بالرحم. الرحم طبعا عند اي سيده هو البيت اللي هيعيش فيه الجنين لمده 9 شهور، وبالتالي هو اهم عامل من عوامل حدوث الحمل عند اي سيده. المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في الرحم ممكن تكون السيده مولوده بيها، زي حاجز رحمي، زي رحم ذو القرنين، اللي هي مجموعة العيوب الخلقية اللي أي سيدة ممكن يعني تكون مولودة بيها. دي بيتم تشخيصها عن طريق موجات صوتية رباعية الأبعاد، وعن طريق الأشعة بالصبغة، وعن طريق المنظير. ممكن يكون أورام ليفية شديدة. في بعض السيدات بيبقى عندهم قابلية لنمو هذه الأورام داخل الرحم. أورام الليفية دي على حسب عددها وموقعها وحجمها بتؤثر بشكل كبير جدا عن في تأخر الإنجاب. بقى دول 3 أسباب رئيسيين لتأخر الحمل عند أي سيدة. لو ال3 أسباب دول كويسين جدا، مفيش عندنا أي مشاكل فيهم، تبويض كويس، أنابيب كويسة، الرحم كويس، يبقى في هناك سبب آخر ليس لهذه السيدة علاقة به في تأخر الإنجاب.